القاهرة. أستاذ محمد، إذن نشرت صحف إسرائيلية عديدة ومختلفة كما كنا نتابع أيضا في العرض منذ قليل تقارير عدة تنتقد سياسات نتنياهو، كيف تؤثر هذه الاعتراضات الواسعة تحديدا للكتاب وقادة الرأي العام في إسرائيل على سياسات الحكومة؟ أهلا بحضرتك وبالسادة الضيوف وبالمشاهدين الكرام. بداية يجب الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي أن إسرائيل عملت على مدار سنوات على الترويج لسردية كانت تتناقلها العديد من الدول الغربية، مفادها أن إسرائيل هي واحة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط. جاءت الحرب الجارية على قطاع غزة وحتى قبل 7 أكتوبر، وثبت أن هذا الادعاء كان أكذوبة كبرى، سواء من خلال يعني المتغيرات التي طرأت على المشهد الداخلي الإسرائيلي أو من خلال السياسات التي استهدفت الحد من صلاحيات السلطة القضائية لجهة تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء الإسرائيلي في إطار ما عرف بالإصلاحات القضائية، أو تجاه تعامل حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي مع الداخل الإسرائيلي والرأي العام بشكل عام في الأشهر والسنوات الأخيرة. جاءت كل هذه المتغيرات لتثبت أن هذه السردية كانت أكذوبة كبرى. الحقيقة أنه ما أشرت إليه حضرتك سواء من خلال التقارير التي يعني تنتقد بشكل صريح ومباشر حكومة نتنياهو أو حتى إعراب العديد من الدوائر السياسية الرسمية عن اعتراضها على نهج نتنياهو وحكومته، هي بطبيعة الحال إذا أضيفت إلى احتجاجات الشارع الإسرائيلي خصوصا من قبل ذوي المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل، وهي متزايدة، تمثل ضغطا صحيح أستاذ محمد هذه الفترة بطبيعة الحال هي تزايدت منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، لكن أعتقد أننا نتحدث عن متغيرين حاليا من خلال متابعة نهج الرأي العام الإسرائيلي أو بعض الدوائر في الداخل الإسرائيلي يدفعان باتجاه تقليص أثر يعني هذه الانتقادات على حكومة نتنياهو. الأول هو أن الهدف الرئيسي لحكومة نتنياهو هو إطالة أمد هذه الحرب على أمل تحقيق بعض الأهداف التي يمكن الترويج لها سياسيا على المستوى الداخلي دونما يعني الرضوخ للضغوط الخاصة بالداخل الإسرائيلي أو الاستجابة لهذه الضغوط. أما الاعتبار الثاني فيتمثل في يعني تأييد بعض القطاعات في الداخل الإسرائيلي لتوجهات اليمين المتطرف سواء على مستوى بعض مراكز الفكر الإسرائيلية أو الصحف أو النخب السياسية، واستخدام عبارات ومصطلحات أيضا يجب التركيز عليها.